لكل الأشخاص اللي مثلك يا سامر. سامر شو بتقلي بعد؟ تحكي لكم كثير وشكرا شكرا شركة ماضي كثير على الدعم اللي قدمونا اياهم، ونرجع اذا بدنا نقدم شيء احلى بتصور لولا دعم شركة ماضي ما حدا نقدم شيء هذا. تحكي شركة ماضي دائما كمان بتدعم بوجودكم، وانا بدي اتشكرك لانه قدمت 3 استعراضات، اكثر من عرض كانوا، ما كانوا عرض كانوا استعراضات، كان فيهم اشياء ملفته ومميزه جدا، عن جد لفتت انظار العالم كلياتها انطلاقا من هالنجاحات الحلوه يلي ما لفتت بس نظر الشباب والرجال، كمان لفتت نظر السيدات الستات والصبايا. هل في مشروع مستقبلي لسامر يكون مخصص كمان للستات مثل للرجال؟ اكيد بعد المشوار الناجح اللي شايفينه ان شاء الله ترقبوا كثير، اكيد في مفاجاه كثير قريبه ان شاء الله، وان شاء الله تطلع عجبكم خاصه ليديز ان شاء الله، واكيد رح يلاقي نجاح بنفس المستوى يلي عم بيلاقيه نجاح سامر سالون سبا للرجال بابو ظبي.